أطلقت قيادة خفر السواحل فعاليات أسبوع حرس الحدود وخفر السواحل الخامس تحت شعار الأمن والسلامة غايتنا، وذلك بحضور عدد من ضباط وضباط صف حرس الحدود وخفر السواحل بدول مجلس التعاون الخليجي. وقد أعدت قيادة خفر السواحل برنامجا متكاملا يهدف إلى توعية مرتادي الشواطئ والبحر. وللحديث عن أسبوع حرس الحدود وخفر السواحل الخامس ينضم إلينا عبر الهاتف الرائد ركن حمد الشربتي، آمر قاعدة بندر دار بقيادة خفر السواحل. مساء الخير الرائد. مساء النور. بداية، يعني أسبوع حرس الحدود وخفر السواحل الخليجي حافل لا شك بالفعاليات المشتركة والتي تعكس دور خفر السواحل في تحقيق الأمن البحري، يعني نعم. لو نتحدث عن أبرز هذه الفعاليات التي سيتضمنها الأسبوع. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على إتاحة هذه الفرصة. وبناء على قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، انطلقت فعاليات أسبوع حرس الحدود وخفر السواحل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الأحد الموافق 2 أبريل ويستمر حتى 8 أبريل 2017 تحت شعار الأمن والسلامة غايتنا. الهدف منه تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، وذلك لتوعية أكبر شريحة في المجتمع من المواطنين والمقيمين. وتضمن هذا الأسبوع على زيارات ميدانية للمدارس بمختلف مراحلها لتقديم محاضرات توعوية عن الأمن والسلامة البحرية وتدريب عملي على الطريقة الصحيحة في استخدام صفة النجاة، حرصا منا على التوعية الناشئة للطلبة بأهمية اتباع إجراءات السلامة سواء لمرتادي البحر أو الشواطئ. كما أحب أن أشير أن برعاية كريمة من سيدي سعادة رئيس الأمن العام سوف يفتتح معرض عن الأمن والسلامة البحرية في مجمع السيف بالمحرق، ويشمل المعرض على عرض لأدوات السلامة لمرتادي البحر وتوعيتهم، وذلك عن طريق تقديم الإرشادات العامة والخاصة للحفاظ على سلامتهم. ولا يفوتني أن أشكر الجهات الحكومية والخاصة المساهمة والمشاركة في هذه الفعالية. نعم الرائد حمد، يعني من خلال هذه الفعاليات يعني كيف يمكن زيادة جرعة التوعية بأمور السلامة العامة؟ نعم، من خلال هذه الفعالية سيتم تقديم شرح عن الأدوات والتجهيزات التي تستخدمها قيادة خفر السواحل في عمليات البحث والإنقاذ البحري، إضافة إلى توزيع الخرائط البحرية التوضيحية والنشرات التوعوية عن أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل الشروع في البحار. وأحب أن أشكر أخواننا في دول مجلس التعاون الخليجي على هذه المشاركة الإيجابية ومساهمتهم في إنجاحها، وهي فرصة للجميع لتبادل الخبرات وزيادة التنسيق فيما بيننا. ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أوجه دعوة لجميع المواطنين والمقيمين بزيارة هذا المعرض اللي سوف يقام إن شاء الله مجمع سيف المحرق ليوم الخميس والجمعة من الساعة 4 حتى الساعة 10. الرائد ركن حمد الشربتي، آمر قاعدة بندر دار بقيادة خفر السواحل، شكرا جزيلا لك.